مشاهدينا الكرام، مساءك اسعد في هذا البرنامج النسائي، برنامج جلسه ونسى. التوحد مش هو المرض الوحيد الموجود في عند الاطفال، عدة امراض يولدوا بهم الاطفال. مش شرط تروح تجري لطبيب نفسي او اخصائي نفسي او طبيب عقلي، قارني ابنك مع الاطفال اللي من نفس السن. هادو ناس راهم شادين خدمتهم، لكن تاني حنايا ما نقدروش نخلو هذاك التراث برك في الجزائر، لازم نصدروه. كي تقولي الجزائر تقولي كراكو، وبعد كاين اللي يعرفوا جبه قبائليه، النيلي، البلوجه. عندنا كيما نقول لك كم هائل من لي توني تراديسيونيل تاعنا. انا بزاف تعزت عليا كي نشوف وحده هكا بنت بلادي مازالها متشبثه بعاداتنا وتقاليدنا وطورتهم ودارت بهم ان بروجي كيما انتيا. جلسه ونسى نهار الجمعة 7:30 تاع العشية على شروق تيفي.